رن رن جرسنا ترانا اليوم بلشنا جاهزين خليكوا جاهزين جاهزين خليكوا جاهزين رايحين رايحين للفن رايحين رن 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 جرسنا ترانا اليوم بلشنا بس مو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين بس مو تلوين لعب وتمرين يلا يا أطفال يلا يا حلوين رح نسأل ونلعب رح نمرح نستفيد مساء الخير للأبطال الحلوين، أهلا وسهلا لكل متابعين برنامج استديو الأبطال، نمسي عليكم ونمسي على كل الأصدقاء اللي دائما مستعدين لمشاهدة هذه الحلقة وأيضا يكونون مستعدين للمشاركة في هذا البرنامج. والاستعداد هذا احنا ايضا نكون في المقابل مستعدين للقائكم الجميل ومستعدين لسماع اصواتكم والدردشة معاكم من خلال ساعة دائما تكون لنا ولكم من خلال هذه الشاشة وهذا البرنامج هو استوديو الابطال. اليوم راح اكون مستر لونلي اي هاف نو بادي، يعني ما في مشاعر موجودة اليوم، بريك وراح ترجع ان شاء الله. واليوم عندنا صديقة حلوة موجودة ويانا داخل الاستوديو ايضا موجوده بروحها، بس ما دام انها معاي فاحنا صرنا مجموعه، المجموعه عباره عن اكثر من شخص. انا ويا لنا راح تكون وياي ان شاء الله وراح ندردش مع بعض في الحلقه وراح نسولف مع بعض وراح اتعرف عليها بالفقره الثانيه، وعندها لنا مفاجاه جدا جميله، اغنيه حلوه راح تسويها مفاجاه حق شخص معين هي راح تقولها بالفقره الثانيه. اما الفقره الاولى هي عباره عن مشاركات واتصالات لجميع الاصدقاء اللي يبون يربحون ويانا جوائز مقدمه من برنامج استوديو الابطال، يلعب ويستانس يوجه تحياته وبعد كل هذا يستلم جائزه في برنامج استوديو الابطال، والجائزه مقدمه من التلفزيون يقدر يستلمها كل يوم من الاحد لغايه يوم الخميس من الساعه 11 الصبح لغايه الساعه 5 مساء. هذا الوقت هو وقت استلام الجوائز. ايضا في الفقرة الأولى عندنا تويتر البرنامج والآيباد موجود أبطال أندرسكور الراي، هذا هو الأكاونت الخاص في تويتر والأكاونت نفسه خاص في الانستغرام، نقدر نشوف أسفل الشاشة. اليوم في قصة جدا جميلة، هي قصة بسيطة توه صارت، ما أدري شنو سالفة اللون الأخضر. أنا دشيت التلفزيون ولا ألاحظ أكثر الناس لابسين لون أخضر، مرات ألبس تيشيرتي اللي أنا جاي في الحلقة أكون لابسه من البيت، ومرات لا أجيبه وياي ان البسه في التلفزيون نفسه، فانا كنت لابس تيشيرت لون ثاني، لما شفت لون الاخضر عرفت ان كلهم لابسين لون اخضر، فشنو سالفه اللون الاخضر؟ ما ادري، فمرات الواحد لما يروح دوامه يروح المدرسه، خصوصا المدرسه، تخيل تروح المدرسه كونك انت شاب ولا شباب كلهم نفس لبسك، تستغرب شلون كذي يلبسون ابيض برمادي، ونفس التفكير، انا كذي صار وياي اليوم بالدوام، مع ان المدرسه نفس المدرسه هم نفس اللبس بس واحد هم كذي صار وياك انك انت داش مدرسه مو داش الدوام، فهذا اللي صار اليوم. نذكر بطرق التواصل والمشاركه، انا ما ادري يعني الحين مرات الواحد يقط قطه ما ادري حلوه ولا بايخه على حسب رده فعل المشاعر، اذا ما ضحكت يعني بايخه، الحين انا ما ادري اذا دزولي يعني اذا ما عجبكم الموضوع دزولي عشان افهم واغير الاسلوب. سين بالعربي اسم اللغه الانجليزيه، هذه طرق التواصل والمشاركه في البرنامج. قرب 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 المصور قصدي. يلا ناخذ اول اتصال ولا ناخذ اول تويت؟ خلنا ناخذ يلا اتصال ويانا جاهز. الو الو جنى. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، شلونك يا جنى؟ زينه. شو الاخبار؟ زينه. كم عمرك جنى؟ 10 سنين. 10 سنين العمر كله ان شاء الله يا جنى. كنتي بتقولين شغله وقاطعتك، شنو؟ ما ادري في شيء كنتي بتقولينه وقاطعتك، شنو؟ ما أدري. ما تدري. طيب نلعب. طيب نلعب. سمعيني من سماعة التليفون وقصري على التلفزيون، شوفيني من بعيد. أوكي أوكي. أوكي. عندك 5 ثواني. 4 3 2 1. جنى. مستعدة حق اللعبة؟ إيه. يلا هيا. الأبطال شيء جديد ها. أوكي يلا خلينا نشوف اللعبة. هيا نلعب، إحنا بنقول هيا نلعب. يلا البازل وياك، 10 ثواني عندك، ركزي على الصورة. أقول إيه؟ ما بلشنا. يلا الحين تفضلي ويا الوقت 45 ثانية. إيه اثنين. صح. لا
بي أربعة. أربعة خلينا نشوف. لا غلط. دي أربعة. دي أربعة خلينا نشوف. نو غلط. ستة. في حد جاي يضحك عليك بلش يتشمد. أوكي جي ستة صح؟ زين. شنو؟ ستة إي إي ستة. لا أوكي. نعطيك احنا خمس ثواني من عندنا بعد ما ينتهي الوقت يلا بدل ضايع. باقي ثنتين. بي سبعة. اوكي. اف سبعة. اف اربعة وقولي ليش سوينا كذي علشان انت اول اتصال ونبي يكون بداية خير يا جنى وما انا بنخسر ونقول اول اتصال في الحلقة خسر ويانا فانت ربحتي وروحي حق اللي ضحك الحين وقولي سوي هالشكل اوكي. اوكي جنى باي باي يلا ناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام من معاي؟ فاتن. فاتن والله والنعم صديقتنا شلونك يا فتون؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ الحمد لله. شلون الاجواء عندكم؟ حلوه. حلوه لله الحمد. يلا ناخذ مشاركتك تلعبين ولا تغنين؟ بقول خاطر. بتقولين خاطره تفضلي. تحيات. ان شاء الله ما تبين تلعبين بعد عادي لان في اتصال ناطرك عرفتي فعشان كذي ما عندي كالعاده. يلا نلعب مو مشكله نلعب بالاول بعدين نقول خاطره. ما عندي. اوكي حمد. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حمد راح نلعب لعبه سمارت ويا فاتن. اوكي عبد الله. هلا. انا داق من يومين تحديتك القادسية والكويت. أنت اللي داق من يومين على القادسية والكويت. إيه سقيناكم. أقدر أطلع من الكادر؟ حمد للأسف انقطع اتصال. ألو؟ ألو. انقطع ولا ويانا حمد؟ ألو. 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 حمد ما اسمك؟ ألو. لا تغشمر. أول شيء ألف مبروك يا حمد. وتستاهلون الفوز وثاني شيء قلت لك اذا هذا فاز ولا هذا فاز انا هني عندي ناس وربحان بالحالتين فالف مبروك وتستاهلون مشكور يا الغالي مبروك الله يسلمك مشكور نلعب ني. فاتن ايوه تكفين طلبتك هلا فوزك يلا خلينا نشوف اللعبه حمد حاطي لك اصفر بعد ها انت قد تسوي حاطي لك اصفر يلا فاتن بلشي ايه حمد ترى نادي الكويت فيه احمر ها احمر بابيض يعني انت تخيل ان انت هاي المباراه الثانيه بي بي فاتن طلبتك فاتن ها ركزي لان حمد ترى يبيني اي اي حمد اي ها تعرف لها يلا فاتن الو فاتن اختاري لتر ها سي سي حمد بي بي فاتن صراحه انا ما عندي تلفزيون انت صراحه ما عندي تلفزيون من اول زين تسلميني الموضوع ها تسلميني الموضوع في اللعبه انا بخ عندي. اوكي خلاص خليك انت ويانا على الخط وانا اكمل بدالك بحرفك اوكي يلا حمد نعم تعال يلا حمد بي انا حمد دورك سي سي انا اي اي يلا حمد دي شنو؟ دي دي؟ ايه اوكي انا دي انا دي اوكي وانا دي هم بعد علامك يلا يلا سي سي ايشوا انا لا دي لا 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 انا اوكي اوكي حمد نعم دورك
سي يا من حمد ساحل والله يا حمد تستاهل ترى اللعبه انا ما انزل لي اكس او في اكس او ردوها مال نادي الابطال ما في يلا ما يلا الف مبروك يا حمد انت اللي ربحت ويانا وجه تحياتك تفضل وجه تحياتي حق امي وابوي ايه وحقك حق مشاعر مشكور حبيبي وحق امامي وخالاتي اوكي بس اوكي حمد دائما لما تشارك ويانا لان كذا اسم يتصل علينا اسمه حمد علشان نذكرك قول انا حمد شنو لرمح والنعم فيك بس حمد. قول حمد القدساوي اوكي ساوي. يلا حمد القدساوي عشان نتذكر السالفه بس والموضوع اللي احنا دردشنا فيه من يومين ودردشنا فيه اليوم الف مبروك لحمد فوزه في لعبه سمارت فاتن انت على الخط ايوه ليش خسرتي يا علامك يلا علامي ما عندك علامة. يلا ما عليه ما عليه يلا ان شاء الله المره الجايه تفوزين ان شاء الله يا رب يلا قولي خاطره تفضلي بقول خط تحيات يلا خذي راحتك كنت اقول يمه شوفيني شوي تضمني علي تقول لي لعب صغيره تسعينا يا كنت البس او تحت روزن كده ونظره بلي كانت كان تفكير نقاوة دموعي بحلاوة كانت تربية الحلاوة شوف يا الحلاوة كان ودي يوم بيوم أكثر كنت أنام وما أفكر غير بكرة تصير صارت فكرة كثيرة تدرس أشياء كثيرة صرت حس زيادة صار الكون حالي ظلم دهر خيانة في الأحباب حزن وكآبة ودي أرجع صغيرة يمه ما يصير أرجع شكرا لك يا فاتن تسلمين على الخاطرة الجميلة وإذا أنت كاتبتها فهذه موهبة جدا جميلة في كتابة الخواطر وأيضا في الإلقاء فمشكور يعطيك العافية وإن شاء الله دوم هذا التواصل والاستمرار في كتابة الخواطر لأن هي موهبة لك قولي تحياتك فاتن وزيادة لك أشكورة والفيوزة وبسومة وشجن وبنت وفتخ وسر وقرب ماد وقرب عبد مشكورة يا الغالية تسلمين مع أن صوتك شوي يقطع بس يلا ما عليه المرة الجاية إن شاء الله يكون أفضل وجميل شكرا يا فاتن وشكرا أيضا لكل البنات اللي قلتي أساميهم أصدقائنا ومستمرين دائما في متابعتنا برنامج استوديو الأبطال راح نكمل وياكم لنا عادل هي اللي موجودة لنا عاطف آسف راح أدخل أدي عصفت لنا عاطف اوكي انا سجلت عادل لنا عاطف راح تكون ويانا وراح ندردش وياها وراح نستمر وياها في هذه الحلقه عندنا بريك وراح نرجع بالفقره الثانيه ردنا وياكم من بعد البريك راح نبلش قراءة تويتر بعدين نروح حق لنا لأن ما قرينا تويتر سلام عليكم أنا عبد الله من السعودية أحييكم وأحيي هذا البرنامج بعد عندنا مشاركات كثيرة في البرنامج أيضا حاولت أمسي على كل شخص أغلي بس المشاعر خصتك أنت بالذات مساء الورد يا كل الغلا شكرا جزيلا من النود يعطيك العافية النود أيضا من مشاركات برنامج استوديو الأبطال في التويتر فاطمة الخالدي تسلمين على الكلام الجميل شكرا على اللي كتبتي يعطيك العافية وإحنا أيضا دائما نتواصل مع كل الأصدقاء اللي يتواصلون ويانا والأسامي إذا قالت أكثر من مرة فما يكونون أصدقاء للبرنامج عندنا هديل الحربي مشكورة هديل مجرد ابتسامة وقلب نظيف ونفس سموحة وهكذا تعيش جمال الحياة لايك على كلامك بصراحة السلام عليكم شعول عبود أنا ندى من اليمن أحب أكون صديقة لكم أحبكم كثير ودائما أتابعكم شكرا يا ندى من اليمن دقت الساعة الثالثة عصراً يعني موعد برنامج استوديو الأبطال الذي يقدمه أروع مذيعين عبدالله مشاعل تحياتي لكم الملاك الصامت شكراً لك يا الملاك الصامت سوسو من السلطنة أيضاً دائماً تتواصل ويانا وتجيب لنا حكم وتجيب لنا شغلات طيبة مثلها فشكراً لك يا سوسة السلطنة السلام عليكم أنا هاجر من الكويت أوجه تحياتي حقك عن مشاعل وحق عبود وحق حنونة وجوجو ويا لنا هذا التويت من نص ساعة
تقريبا عبود وشعول احلى ثنائي مشكورين على البرنامج. فدوى فؤاد شكرا لك يا فدوى صديقتنا غرور الكون. يبتسم هي اسمها فدوى زين يبتسم عبود فتبتسم كل الاشياء الجميله. شكرا يا غرور الكون على هالكلام جدا جميل. بعد عندنا تلفزيون رع برنامج اكثر من رع مقدمان هم المتصدرين. نعم انه برنامج يستدر ابطال هذا التلفزيون الرع عبود وشعوله احنا متصدرين. صوتوا لنا يعني كملوا التصويت. يلا شفت بالبشر ناس وناس بس والله ما شفت مثلك بشر يا عبود. شكرا يا الشرس يا الغالي يا اخوي يا ذراعي اليمين. الحين انا الشرس بوقع الحين قاعد ادور لي مدير اعمال بصراحه. الكل حط له مدير اعمال الا احنا فبحط لي مدير اعمال. ترى قاعد اسوي قاعد اقترح اكثر من شخص فالشرس انت واحد منهم يمكن تكون موجود. يلا بعد عندنا مساء الورد لأغلى الناس. أحب أوجه تحياتي لصديقاتي صديقتي الغالية فاتن ولأمي وأبوي وخواتي. تحياتي من بنت قابوس وأفتخر. شكرا يا بنت قابوس. كذي نختم وياك هالجزء هذا من قراءة التويتر ونرجع حق لنا عاطف. مساء الخير لنا. الحمد لله. شلونك؟ الحمد لله. أنت اليوم بروحك في البرنامج ودام أن أنت الوردة الوحيدة اللي موجودة داخل هذا الاستديو فاحنا راح ندردش وياك وراح نسولف وياك وراح نتكلم عن باك تو سكول العوده للمدرسه. في دردشه مو اسئله احنا نسولف سوالف صح ولا لا؟ زين ممكن تقولين اسمك انت الكامل علشان احنا دائما اي شخصيه هو يعني يقول اسمه كامل. تفضلي. لا انا عاطف صالح. والنعم فيك يا لنا. كم عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات العمر كله ان شاء الله يا لنا. انت من اي مدرسه؟ فجر الصباح. من مدرسه فجر الصباح. لنا مو اول مره تينا استديو الابطال. هي زيارة رقم 6 ولا 5 ولا ما تدرين؟ ما عديتيهم؟ ما عديت. يعني تتوقعين أكثر من 6 ولا نفس 6 وأقل؟ أقل. أقل من 4 مرات ممكن. يعني تقريبا نقدر نقول الزيارة الرابعة لنا. تحبين استديو الأبطال؟ تحبين استديو الأبطال. شنو أكثر شيء تحبينه؟ الاتصالات ولا تحبين تويتر ولا تحبين ألعاب داخل الاستديو ولا شنو تحبين بالضبط؟ الألعاب. الألعاب أي واحدة؟ هوكي؟ طاولة الهوكي؟ زين إنت تدرين إذا أنت هي لازم اثنين فتبين أنا أباريك ألعب وياك بالفقرة الأخيرة؟ أوكي نلعب وياك لعبة الهوكي إذا أنت تحبين الألعاب داخل هذا الاستديو. حلوين. زين أبيك تقولي لي شغلة اليوم يا عندك مفاجأة حق منو بتغنين لها؟ ماما. الله يحفظها إن شاء الله. قاعد تشوفك بالتلفزيون. Say hi for mama. سوي لها باي كذي. ايوه شنو بتقولين حق ماما؟ شنو تقولين لها كلام؟ اغنيه. تبي تغنين لها؟ يعني انت بدال تقولين الكلام بتغنين لها الاغنيه صح؟ يلا تفضلي غني. امي كم اهواها اشتاق لملآها واحن لألقاها واقبل يمناها. امي هي نبع حنان. امي هبة الرحمن. امي هي نبع حنان. أمي هبة الرحمن والروح كما الريحان أتعطر في ذاها. أمي كم أهواها. تعرفينها هذه؟ هاي الثانية اللي سووها كذي مثل مكس بين أغنيتين. يلا الله يحفظ كل أم إن شاء الله ويطول بعمر كل أم قاعد تتابعنا في البرنامج. لنا شكرا لك. أنا أبي أصفق ولازم تنزل صفقة لنا. هذه صفقة استديو الأبطال المعروفة لكل صديق جميل ورائع ومميز يكون يانا داخل الاستديو. زين لنا في شيء ثاني تبي تقولينه صح؟ إيه شنو هو؟ خالتي مها اليوم عيد ميلادها. خالتك مها اليوم عيد ميلادها. ممتاز. سوت مفاجأة حق ماما والحين حق خالتك مها شنو تقولين لها؟ Happy birthday to you. تا تا تا. مرة ثانية نعيدها. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة سنة حلوة. وهذه أغنية خاصة حق خالتك الله يحفظها إن شاء الله. هي بيتكم قاعدة ولا قاعدة بيتهم؟ بيتهم يعني. أنت الحين وجهتي تحية حق أمك وغنيتيها أغنية أمي كم أهواها وغنيتي حق خالتك عشان اليوم يصادف يوم ميلادها صح؟ وبعد منو بعد بالك كذي ودك توجهي له تحيه؟ بابا عاطف. شنو حابه تقولين حق بابا؟ شكرا عشان جابني على استديو الابطال. صح نشكر بابا. برافو عليك. شكرا حق بابا وانت احنا نحبه وايد صح؟ انه هو جابنا استديو الابطال. احنا نشكر كل اولياء الامور
اللي دائما يعني هم اللي يبون عيالهم في برنامج استوديو الابطال، مع انه كلام الصدق ينقال انه اوكي في ناس يقولون والله احنا تونا طالعين من الدوامات ما شاء الله، يخلصون من الدوامات وعلى طول ياخذونكم ويودونكم استوديو الابطال. فنشكرهم كلهم على انه قاعد يجتهدون ويانا ويبون البرنامج اللي احنا نحبه صح. وبعد شنو حابه توجهين تحياتك حق منو؟ ماما واخواني وتاتا. وبعد وخالتي واخوالي. انزين، نقدر نسال سؤال عن المدرسه؟ شريتي الاغراض ولا ليه الحين ما شريتي الاغراض؟ لا. شنو راح تشترين حق المدرسه؟ دفتر وشنطه. اي لون الشنطه؟ الوردي. اللون الوردي؟ انت تحبين اللون الوردي وكل البنات يحبون اللون الوردي صح؟ يلا شكرا يا لنا، وان شاء الله نلعب وياك لعبه الهوكي بالفقره الرابعه اللي هي مو الفقره الجايه اللي بعدها، اوكي؟ وعد ان شاء الله حتى لو ما في اي طفل موجود داخل الاستديو اذا ما يونا بعد شوي راح العب وياك انا. ناخذ اتصال. ألو وجدان؟ إيه شلونك؟ زينة. قاعد تضحكين؟ إيه. ضحكيني وياك شنو صار؟ لا ولا شيء. ولا شيء خوش، يعني هاي شغل أسريا ما يصير صح؟ لا عادي. يقولها إيه؟ لا ولا شيء. ما فيك ما فيك شيء. أوكي 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 نلعب؟ إيه وأبي أجي تحيات. حاضرين يلا خلينا نشوف اللعبة. وجدان شو اشتر؟ راكضة شيء؟ مسوية رياضة معينة؟ لا. اوكي، اختاري من واحدة تسعة. خمسة. شنو اوكي، هدية جزئين من الصورة، هذه الأولى والجزء الثاني. أو نو. يلا. تسعة. سؤال، سؤالك يقول: أعطيني حاسة من الحواس الخمس. حاسة من الحواس الخمس عشان يطلع لك الجزء من الصورة. الشمس. حاسة الشمس. الشمس؟ الشم. برافو. يلا هي الشم بس السين طلعت زيادة فصارت شمس. فلت هالحرف. يلا عطيني واحد رقم. سبعة. سبعة. حلوين. لحظة لا تفتحوا. لا. هي بروحها شي تتبطل. اوكي. شنو هذه؟ دباسة. شو تسوي الدباسة؟ دبس الأوراق. يا سلام عليك، الدباسة تدبس صح؟ ايه. وبعد شنو الأشياء الثانية؟ بس دبس. لا أبي على وزن الدباسة تدبس. ايه دباسة تدبس. شنو؟ وبعد؟ بس تدبس. والقلم شنو؟ يقلم؟ دخل القلم. القلم شنو؟ يكتب. يكتب صح. والمقلة؟ ما ادري ايش اسوي حق الاوراق. المقله حق الاوراق؟ المقله إيه؟ تقلي بيض طماط. ايه ايه مقله مقله مو حق الاوراق. الا اذا انت بعد ما تخلصين المدرسه ايش تسوي بالاوراق ما ندرى. يلا وجدان تفضلي تحياتك. حق امي. ايه حقك. شكرا. وحق بسون. حق بيون. وحق منال. ايه وحق ندوش. وحق منو؟ حق منو لا تنسين. انزين. وحق خواتي. وقول حق بنت عمتي هند كل عام وانت بخير. اوكي واحنا نقول لها ايضا كل عام وهي بخير. شكرا لك يا وجدان. عبد الله. هلا. امس انا دقيت وخسرت. انت ايش دراك بخسر؟ شنو؟ انا دقيت وخسرت. انت ايش دراك اني بخسر؟ انا ايش دراني اني تخسرين؟ ايه. هاي يعني الحمد لله موهبة. لا الملعب سمارت. انا إيه؟ قلت لك دائما افوز. انت قلت لي اشتراك يمكن تخسرين وخسرت. شايف الحلقة انا. ما ادري يعني تي خمنت. وجدان والله اني خمنت. لا يجيب بالك بعيد ولا تقولين والله احنا نلعب يعني نتحكم بالفوز والخسارة. لا 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 صدقيني والله العظيم اني انا خمنت يعني هذا انا حلف وحلفت. بعد شنو تبين؟ بس انا اسف يعني مو قصدي ان انا ما قلت لك راح تخسرين، انا قلت لك باري اللي يمك وخسرتي بس هذا اللي صار. لا لا عادي. ايه سامحيني ها خيتي؟ ايه عادي. لا والله عادي. يلا شكرا لك يعطيك العافيه، انا على بالي بتلعب بس يلا لعبت هي لعبه وفازت ويانا، شكرا لك يا وجدان. اكرم انسان هو المتسامح، اجمل انسان هو المتواضع، اغنى انسان منه؟
لا لا، أغنى إنسان هو القنوع. هذا التويت جاينا مساء ياسمين والورد على شعولة وعبود من يسرى من مصر. شكرا لك يا يسرى على هالكلام الموزون والجميل جدا، وهذا وهذه التويتات اللي احنا نشجع فيها، اللي هي تقول كلام حلو وتقول كلام جميل الكل يستفيد منه. اهدي حق امي وابوي وصديقاتي وفوفو ومومو وخواتي نجوى من رفحاء. بليز اقروا. خلاص احنا قرينا هذا التويت. بعد عندنا تويتات ثانيه. بنات السلطنه يقولنا وجه تحياتنا حق اضواء واقول لها تقومين بالسلامه، وبنت قابوس وافتخر وزهره البنفسج ما ادري ليش اضواء تعبانه او شيء، بس اقول لها سلامات وما تشوفين شر، بس ممكن تعطوني ليش فيها. رفحاء شكرا لك. زوزو من البحرين، انتم اصبحتم جزء من حياتي واخذتم ساعه من وقتي، الله لا يحرمني منكم يا اروع ثنائي. شكرا لك يا زوزو على هذا التويت. يا رب العالمين اشفي اختي واحفظها واسعد قلبها، قولوا امين امين يا رب، واشفي كل مريض يا رب. واللي قاعد يتابعنا يقول امين. ننتقل حق تويت ثاني. احبكم حيل يا احلى ثنائي، شكرا جزيلا. نوجه تحيه حق خالتي المبدعه والمفكره مريم، وحق هدوش وجوري وبسوم، محبتكم بنت الجهني. شكرا لك يا بنت الجهني على تواصلك في برنامج استديو الابطال. ناخذ اتصال. اوكي نكمل تويتات، نعطي فرصه حق التويتات. غلا عبود شكرا لك يا غلوي على الكلام الجدا جميل. وغلوي شوفي انا اقول اسمك ابتسم دائما كذي، فعشان كذي دائما تواصلوا ويانا. بعد عندنا غريبة هي الحياة، قد تملك فيها كل شيء ولكن الشيء اللي تبيه ما تلقاه. شكرا لصدى الصمت من عمان، يعطيك العافية. هذه مسألة قناعة احنا ندش فيها، في أشياء احنا نملكها وماكو إنسان يملك كل شيء ما عدا شيء واحد، لا في وايد أشياء يملكها، وبنفس الوقت بالمقابل وايد أشياء ما يملكها. بس احنا في عندنا عيب صغير، ان احنا دائما نركز على الاشياء اللي مو عندنا ونطالعها بغيرنا. لو نركز على الاشياء اللي عندنا احنا راح نكون سعداء لان هي موجوده عندنا ونستغلها بشكل حلو. هذا الموضوع اللي بس ان احنا ليش ما عندنا هذا الشيء. راح نكمل مشاركات الاصدقاء، راح نلعب لعبه السيارات، راح تكون بين اتصالين واسئله السيارات هي صح او خطا من بعد البريك. الفقرة الثالثة نذكر على سريع بطرق التواصل والمشاركة في البرنامج، وباقي عندنا نص الوقت مثل ما راح الوقت الأول. أول فقرتين خلصوا معنا، باقي عندنا فقرتين، سين باللغة العربية أس باللغة الإنجليزية للتواصل في البرنامج، وأيضا التويتر @abtal_الراي هذا هو تويتر الخاص في برنامج استديو الأبطال، وأيضا عندنا أكاونت خاص في الانستغرام نفس الأكاونت @abtal_الراي. راح نلعب لعبة السيارات مع اتصالين اثنين. الأول نقول الو عبد الله. الو عبد الله شلونك؟ طيب شو الاخبار يا عبد الله؟ الحمد لله بخير. كم عمرك عبد الله؟ 12. العمر كله ان شاء الله. من اي مدرسه؟ انا مدرسه فردوس. استعديت حق العام الدراسي الجديد ولا للحين؟ لا لا الحين. نفسيا شلون استعديت لها؟ ها استعديت نفسيا؟ لا يعني ما خذيت نفس مال العام الدراسي؟ عادي. عادي يلا راهي ان شاء الله. الدرجات راح تكون افضل من السنه اللي طافت. ايه قولي ان شاء الله لا تقولي ان شاء الله. ان شاء الله لعبه السيارات عاد خلينا نختبر معلوماتك الحين ونشوف شنو عندك من معلومات باجابه صح او خطا. اوكي العبد. اوكي يلا خلينا ناخذ الاتصال اللي راح ينافسك ونقول الو. جاسم. هلا جاسر بعد. جاسر. الو جاسر السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا جاسر؟ الحمد لله. كم عمرك؟ 12. حلوين نفس العمر. عبد الله اللي راح يباريك عمره 12 وانت شاء الله عمرك فايزين. هلا ان شاء الله فايزين عليه. ان شاء الله فايزين عاد على حسب المعلومات ان شاء الله. عبد الله هلا. ترى شوف ايش ترى قاعد يتكلم عنك. لا ان شاء الله نفوز. ان شاء الله انت تفوز. انا ابي هذا التحدي الجميل يسمونه التحدي الشريف. اوكي أحكي. الحلو يعني نتحدى بعض بالمقابل احنا اثنين الربحانين في هالموضوع. جاهزين يا شباب؟ خلينا نتكلم جاسر. جاسر مستعد حق الدراسه؟ جاهزين. لا لا حق الدراسه. ايه حق الدراسه جاهز. شلون جاهز؟ حق الدراسه مجهز كل شيء. شنو مجهز؟ كل شيء شفنا الكتب كل شيء. مثل يقول يقول يعني ليش لا تقول جنطه كل شيء. أكيد؟ إيه شنو خذيت جنطة جديدة؟ لا القديمة.
انت نفس ستايلي، اذا ثبت على جنطه ما تبي تغيرها. ايه اشتري جنطه جديده يمكن اول اسبوع البسها بعدين ارجع حق القديمه. ايه اشتري جنطه جديده بس حق الكناترة، اشتري جنطه جديده ما تعجبني ارد حق القديمه. وبعدين ليش بخيل؟ ابوي اللي كان يشتري لي، ما عندي مصروف يعني الوالد الله يحفظه مو انا. انزين نلعب؟ ايه يلا خلنا نلعب مع بعض، خلنا نشوف اللعبه. السؤال الاول حق عبد الله. عبد الله السؤال يقول، عبد الله هلا، قصر صوت التلفزيون لان صوت التلفزيون عندكم شوي عالي. السيارات مستعدين انتم بالسيارات؟ ايه سباق، تعرفون شلون تحركون السياره؟ انا والله ما اعرف. مو مشترك بهذه الخدمه مالتنا؟ لا. ما عندك السكان؟ بلا عندي كف. اي خلاص بس تحط الاصفر مكان الاصفر والاحمر هذيل الاريل. اوكي جاسر؟ اي يلا اوكي. لا تغشمر وياك، يعني سلاح وما تدري سيارات شلون تمشي؟ بلا. اي بالاسئله، اذا جاوبت صح تمشي، اوكي؟ يلا اوكي. يلا السؤال الاول عند عبد الله، سؤال يقول طبعا عبد الله وجاسر، يلا خلنا يلا قبل نشيلهم عبد الله وجاسر. يلا عبد الله السؤال يقول، عصفور كلمة مفرد، عصفور كلمة مفردها مفردة وجمعها عصافير، صح وخطأ؟ عصفور صح. كلمة مفردة وجمعها عصافير، صح وخطأ؟ صح. صح، برافو عليك، خطوة قدام، شوف السيارة شلون تمشي. حلوين، نرجع حق جاسر. جاسر الو، في صوت تلفزيون عالي اللي جاسر قصر عليه، ما عليك امر. يلا قصر. يلا اذا قصرت قول لي اوكي. قصر. يلا الاسد حيوان مفترس، هذه جمله فعليه صح وخطا؟ الاسد صح. حيوان مفترس، هذه جمله فعليه صح؟ لا خطا يا جاسر، الاسد اسم فصارت الجمله اسميه، فيها مبتدا وفيها لا خبر. لا غلط غلط غلط. ويه خلاص احنا ناخذ الاجابه. يلا ما عليه، تعوض بالسؤالين الثانيين، ننتقل حق عبد الله. عبد الله السؤال الثاني يقول، يقل تاثير الجاذبيه الارضيه على الاجسام كلما قلت المسافه بينهم، صح او خطا؟ شوف ركز في الجمله اللي قلت لك اياها. يقل تاثير الجاذبيه الارضيه على الاجسام كلما قلت المسافه او انقصت المسافه بينهم، صح او خط؟ صح. لا خطا. لا خطا خطا. ايه خطا. يلا ما عليه، ناخذ احنا خلاص نثبت على الاجابه الاولى. ركزوا، اخذوا كذي 10 ثواني تركيز وبعدين جاوبوا عليه، لا تعطوني اجابه بعدين تغيرون. يلا خطا. ننتقل حق جاسر. الو جاسر، سؤالك يقول، الجاذبيه على سطح الارض اكبر من الجاذبيه على سطح القمر، صح او خطا؟ غلط غلط غلط. ايه غلط، الجاذبية على سطح الأرض أكبر من الجاذبية على سطح القمر. هي المعلومة صح، هو قال غلط، فثاني إجابة خطأ يا جاسر، ركز. ننتقل للسؤال الأخير حق عبد الله. عبد الله هلا، كلمة ارتقاء معناتها تقدم، صح أو خطأ؟ صح. صح، إجابة صحيحة. اتوقع كذي المفروض، واللي باين ان عبد الله هو اللي فايز، لان للحين جاسر ولا شيء. جاسر عيد النظر في استعدادك للعام الدراسي، اوكي؟ السؤال الاخير يقول، عند اقتراب القطب الشمالي مع القطب الجنوبي تحصل على تحصل ظاهره تنافر، صح وخطا؟ في المغناطيس. في المغناطيس، عند اقتراب القطب الشمالي مع القطب الجنوبي تحصل ظاهرة تنافر في المغناطيس، هذا سؤال في العلوم يايكم، صح أو خطأ؟ غلط. غلط، شنو يصير؟ تجاذب. حلوين، أول خطوة لك يا جاسر، خطوة قدام. سؤالين صح حق عبد الله، سؤال واحد بس صح حق جاسر، إذا منو اللي فاز؟ جاسر؟ عبد الله. عبد الله، وهذه الروح الرياضية اللي احنا نبيها. شنو حابين تقولين تقولون شباب عفوا؟ تقولين لا. عبد الله قول. شنو حاب تقول تحياتك؟ بوجه تحياتي. يلا قول. حق امي وابوي. ايه. حقك حق مشاعل. مشكور. وحق راشد ويوسف. راشد ويوسف، شكرا جزيلا. جاسر تفضل. انا بقول تحياتي. تفضل. حق اخوي مشعل. ايه. حق ابوي امي وابوي. ايه. وحق جدتي.
وحق جدتك. مشكور يا جاسر، يعطيك العافية أنت ويا عبد الله على مشاركتكم في برنامجنا ولعبة السيارات، لعبناها وياكم في حلقة اليوم. اليوم منور عبودي، شكرا الله يحفظك. ممكن تحطوا لي أغنية العيد ميلاد اليوم؟ عيد ميلادي مو مذكور الاسم، فما يعني مو مذكور الاسم، بس أبي نذكر الاسم عشان إحنا نقول العيد ميلاد حق منو. السلام عليكم، بوجه تحية حقك وحق مشاعر وحق أمي وأبوي وصديقاتي وإخواني وحق بنات السيف، مع حبي وتقديري زهراء السيف. شكرا يا زهراء. الأميرة من السعودية تقول وجه تحياتي إلى هدى وفاطمة وأمي وأبوي، وأكبر تحية إلى الملك عبد الله، الله يحفظه إن شاء الله ويخليه لكم ولنا يا رب. بعد عندنا كي يحترمك الآخرين لا تلبس ثياب غيرك وكن كما أنت، تحياتي من بنت المطيري. شكرا لك يا بنت المطيري، مع أنه عادي يعني أنا شايف أنه عادي أنه أوكي ثياب غيري أقدر ألبسها إذا كان صاحبي، ما فيها شيء يعني. بعد عندنا السلام عليكم، أوجه تحياتي حق الأستاذة ومعلمة الحساب الأستاذة حصة بن محياء، وأقول لها فقدتك وأشكر والشكر لك موصول يا عبد الله. شكرا بس مو مذكور الاسم، مشكورين يعطيكم العافية. بعد عندنا اللي قلت له التويت خلي يغير لأن نفس التويت قاعد يتكرر أكثر من مرة فقاعد يخربطني حتى في التركيز على تويتات جديدة. عبد الله اقرا بليز اقرا رسالتي. مساء الخير عبد الله، نحبك وايد. تحدي في كلمه فاميلي، توجد جمله بالانجليزي تحدي مو واضح. لحظه، علي المبارك، علي شنو مكتوب؟ مساء الخير عبد الله، تحدي في كلمه فاميلي توجد جمله بالانجليزي، الحل بعدين. مو واضح سؤالك يا عبد الله، اذا انت او يا علي عفوا، اذا انت تبي تشارك فيانا في طريقه معينه مع الاصدقاء ونحل لغز معين مو واضح اللغز، فدز لي اياه مره ثانيه علشان اقوله اوضح. بعد عندنا منور، انا الاميره شكرا لك. نونو ناصر شكرا لك على المشاركه. بعد عندنا وين العفويه والبساطه اجمل بكثير من التعقيدات اللي يعيشها بعض الناس، صح. يلا ناخذ اتصال. علي، الو علي، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك يا علي؟ تمام الحمد لله. اوخر القيود بس اللي بيدي لان ترى انا قاعد الاحظ حتى بالصور بعد الحلقه كلها ماسك يا القلم او ماسك هذه، وينها العصايه مالت اللعبه؟ وين راحت؟ شالوها عني، شالوها عني. يلا علي تلعب؟ ايه يلا خلينا نلعب مع بعض. اوكي سؤال. استخرج الكلمه الغير منتميه للمجموعه وقول لي ليش. تقدر تقول لي ليش قبل لا تستخرج؟ لا لازم تستخرج اول. مصر، السودان، قطر، اعطونا وقت 10 ثواني. شنو اللي منتمي للمجموعه وقول لي ليش؟ قطر عشان هي خليجيه. شنو؟ قطر عشان هي خليجيه. احنا نثبت على قطر نشوف اذا ضوء اخضر تقول لي ليش. هم كلهم دول عربيه بس صح، قطر مو من ضمنهم معناها دوله عربيه، والسودان دوله عربيه، ومصر دوله عربيه. طب ليه؟ خليجية. نقدر نقول ان قطر دولة خليجية واحد، وهما دول عربية مو موجودة في الدول الخليجية المطلة على الخليج العربي، هذا شيء. ونقدر نقول شيء ثاني بعد شنو؟ مو بافريقيا صح؟ مصر والسودان في القارة الافريقية، وقطر اي قارة؟ اسيا. حلوين وحلو الكلام يا علي، وهذه صفقة مني لك وصفقة من محمد. مشكور يا علي وعلى اتصالك، تحياتك. شكرا. أبي سلام أمي وأبوي وأمي إيه؟ ومدرستي إيه؟ وأبلاتي وأنت وبس؟ إيه. مشكور يا الغالي، ومشكور على التحية اللي منك لي. أوكي شكرا لك يا علي ويعطيك العافية. بعد عندنا تويتات وايد. اياد من العراق شكرا، مرحبا يا احلى بشاير وعبد الله. ها منورين البرنامج من بشاير، مع ان انت يا اياد دائما امير اياد دائما يتابعنا. قصدك مشاعل ولا عندك بشاير احد معين؟ ما ادري. بعد عندنا في تويت جدا جميل من زهره، مشكوره زهره على الكلام الحلو هذا، يعني ما له داعي انا اقوله بس كلام يعني يخلي الواحد صدق يكون عنده حماس، يكون يعني يشوف المستقبل بسعاده. فشكرا لك يا زهره على هذا التويت. مساء الورد، مساء دائما يطل بشوفتكم، شكرا جزيلا. نجوى شكرا لك يا نجوى على هذا التويت. بعد عندنا مشاركات ثانيه.
السلام عليكم، وجه تحياتي بنت قابوس. هاي سوسو من السلطنة، شكرا لك يا سوسو، اتوقع قريت التويت مالك. عندنا بنت الامارات، شكرا لك يا بنت الامارات. امس بثينة شاركت ويانا، انا كنت ابي مشاركتها وشاركت مع سلوم مو معي. انتوا لازم تفصلون، هناك شخصية تسمى سلوم وانا زغلول. اوكي. بعد عندنا مشكلة، كل شيء قال لي اقوله ما ادري يعني شو المدير. بعد عندنا بعد مساء الورد يا اروع برنامج واكثر فائده، منور يا عبد الله مثل كل يوم، شكرا من فراشه السلطنه، يعطيك العافيه فراشه السلطنه. عندنا بعد عنوده، شكرا لك يا عنوده على مشاركاتك في تويتر البرنامج، وشكرا لكل الاصدقاء اللي شاركوا ويانا في تويتر البرنامج. راح نكمل ان شاء الله التعليقات والمشاركات، وراح نلعب لعبه الهوكي من بعد البريك. رجعنا وياكم بالفقرة الأخيرة في حلقة اليوم، ولعبة الهوكي مع لانا، عشان مو لنا، لأن اسمها لانا مو لنا. ولانا صديقتنا قالت أحلى شيء عندي أنا لما أجي استوديو الأبطال ألعب لعبة الهوكي، فبما أنها هي اليوم بروحها موجودة داخل الاستوديو قلت أنا ألعب وياها لعبة الهوكي. لانا تعرفين اللعبة صح؟ زين، تبين ألعب أقوى شيء ولا مو أقوى شيء ولا أقل شيء؟ أقل شيء. انزين شوفي الشوط الاول، بعد في شوط ثاني نبدل. اوكي، هذا الشوط الاول، يلا واحد ممكن تين هني. ها يلا تعالي تفضلي هني عشان المايكات بس. اوكي يلا، واحد الكره عندك عشان انت اصغر مني. لحظه ويا الموسيقى نلعب. اوكي يلا 1 2 3. انا قلبي هني ماليش غيرك. حلو، 1-0 على جول حقي. لاحظ يلا بعد، انا اقل شيء. ها يلا، انت وبس اللي حبيبي. يلا لانا لازم تجيبين جول على اقل شيء واحد. يعني انت قاعد تلعبين ببيتنا ترى، انا اسميه بيتنا يعني انا اقوى. يلا حلو، 1-1. حلو، شو نظامك يا عبد الله؟ بس حلو، يلا واحد، حطي واحد يبتي جول. هذا اي ايوه كذي. يلا تبي نلعب شوي اقوى. يلا ها دير بالك، ايدك لا تتعورين. ها ايدك، لان هذه خطره جدا. حلو ترى يا بت جول صدقي. 2-1 حلوين. يلا لنا دير بالك ايدك، مسكي هذا، لا تحطين ايدك. لا يلا احسبيها. يلا 3. اوكي بس شوفي ايدك لما تمسكين الطابه اوكي، لما تمسكين هذه ايدك لا تنزل. اوكي يلا، لا عادي ايدك لورا، لا تتعبين تحطينها ورا كذي، خلنا زين. ريلاكس. فين 3-2. اوكي يلا، لا تسعى ترى يا عزيز المشاهدين، لا تسعى. حلو، 4-2، برافو عليك، شطورة والله، شطورة وتعرف حق اللعبة. لما نتخلص الموسيقى أنا راح أمشي على الموسيقى. يلا مو شي، طقيها حيل هيجي. حلو، 4-3 بسرعة، 4-3 بسرعة، هاك في الوقت. يلا لما تتي الموسيقى 4. لا أنا في بدل ضايع. أنت 3؟ لا أنت 4. أنت أربعة 4-3. يا ضيع وقت، إيه عارف السؤال، فضل شو ضيع وقت. ها 10 9 8 7. يجت جول التعادل. يلا آخر شيء، تعادل انتهى الوقت. بلنتيات شلون البلنتيات صايرة؟ راح نشوف من هني. أوكي تعرفين أنت شلون هذا؟ يلا بنتيات، انا وش اشوت. اوكي يلا، ها طبعا من عندي
ما في أصلاً كذي. يلا الحارس الحارس بس دير بالك. يلا أول بلنتي حقي. أوكي يلا دورك الحين. لا بلنتي بلنتي هني. أوكي بس خلاص كرة واحدة أنا. يلا بلنتي بلنتي بس أنا شوت بس أنتي تصدين. أوكي رفع يدك رفع يدك شوي فوق. لا لا هذه هذه شيليها شيليها. المخرجة تقول شيليها. لا لا هذه هذه الطابة الطابة بس. أيوة ما قوّت ما قوّت. يلا أنتي يلا أنتي تفضلي. أوف ترى حتى أنتي ما قوّتي. يلا شو رأيك تعادل؟ أفضل تعادل. شكرا لك يا لنا. أنا أصفق لك مشكورة. تعادلنا مع أنها شطورة صراحة في اللعبة. يعني أنا قاعد أحاول أن يفوز بس تعادلنا وكانت هي المتقدمة علي. شكرا يا لنا. يعطيك العافية على حضورك اليوم في الاستديو. تفضلي مكانك ونرجع حق مكاننا علشان ناخذ المشاركات للأصدقاء في الاتصالات. عندنا اتصال جاهز. بتول. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شخبارك شو مسوية؟ الحمد لله بخير. انت من متى على الخط؟ من زمان. يعني ايش كثر يعني صارت ساعة؟ 10 دقائق. 10 دقائق شوية عادي. اوكي إيه؟ بس انت قاعد تسمعين شنو قاعد يصير وكذي صح؟ ايه. حلوين نلعب يا بتول؟ ايه. سمارت مع اتصال ثاني تعرفين حق اللعبة؟ ايه. عبد المحسن. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك يا عبد المحسن؟ الحمد لله. جاهز؟ اي جاهز. حق شنو؟ عشان العب. وشنو اللعبة؟ ما ادري. وليش؟ يلا سمارت. خلينا نشوف اللعبة. بتول. نعم. ستارت. ايه. عبد المحسن. نعم. ستوب. ستارت. سي. سي. بتول. بي. بي. عبد المحسن. بي. بي. بتول. بي. اوكي عبد المحسن. ايه. بتول. سي. عبد المحسن. ايه. بتول. بي. عبد المحسن شنو قلت؟ أنا قلت إيه. قال إيه. عبد المحسن. آه بتول. بي. بي. بتول. عبد عفوا عبد المحسن. بي. بي. بتول. سي. سي. إيه. سي عبد المحسن سي. ما ادري ايش قاعد تسوون. عبد المحسن. بتول. ايه. علي. ما له شغل. يلا منو دور منو الحين؟ والله نسيت. عبد المحسن. سي. سي. انتوا ترى اللعبة مو تعبون العلبة. اللعبة احد يفوز. يلا. على فكرة في لاين اللي يحط فيه يفوز. أي أحد فيكم يحط فيه يفوز وما حد راضي يحط. الظاهر صوب الدي مكسوس الشاشة عندكم. بتول دورك. سي. يا الله عبد المحسن فازت. صدقون فازت. بلا فازت والله فازت. في شخطة المفروض تصير بسي. شوفوا ركزوا عشان لا تقولون A وB فوقها وC. ليش مو حاطين الخط؟ ما ندري. اذا منو اللي فاز؟ يانا بتول هي اللي فازت. شكرا لك يا بتول. المفروض حرف الدي اي احد كان يحط فيه يفوز بس اللاين كان جدا فاضي لا بتول ولا عبد المحسن. عموما بتول هي اللي فازت في لاين اخر كان بين البي والسي الاي والبي والسي وفازت فيه بتول. بتول الف مبروك الجائزه صارت من نصيبك. وعبد المحسن لا. بتول تحياتك حق امي وابوي. ايه. وحق اخواني وخواتي. ايه. وحقك انت ومشاعر. مشكوره يا الغاليه. عبد المحسن. هذه حق امي وابوي واخوي احمد واخوي اللي بامريكا حسين واخواتي. الله يحفظه ان شاء الله. قاعد يدرس؟ ايه. الله يحفظه ويرده بالسلامه مع الشهاده ان شاء الله. شنو قاعد يدرس؟ ما ادري. ما ايش دعوه؟ ما تدري؟ هندسه. هندسه الله يحفظهم ان شاء الله ويرد مهندس.
لكم إن شاء الله وأعلى المراتب يا رب. خلصنا من عبد المحسن بتول. ها خلصنا؟ يلا أوكي. خلنا نرجع للتحيات. عندنا باقي دقيقة واحدة. وهالدقيقة هذه يعني إحنا نبي نحاول كثر ما نقدر أن نسوي فيها شيء وايد حلو علشان لا نضيعها بالحكي. فحبينا أن بهالدقيقة نقرأ تعليقات تويتر، نحاول نقرأ تعليقات تويتر، وكثر ما نقدر نشكر الأصدقاء اللي شاركوا ويانا وعندنا لنا أيضا نبي نحاول ندردش وياها. ففي هالدقيقة هذه ما نبي نضيع وقت ونبي يكون فيها شيء جدا مفيد. خلصت الدقيقة فكذي راح نختم وياكم. شكرا للأصدقاء اللي شاركوا ويانا في الاتصالات، نشكر أيضا لنا اللي كانت ويانا داخل الحلقة وشاركت ويانا في لعبة الهوكي، وأيضا الأصدقاء اللي موجودين في تويتر البرنامج. شكرا جزيلا للجميع. العنود من قطر أخيرا نشكرك مشكورة وما قصرت. البرنس الحضرمي نشكرك أيضا لتواصلك في تويتر البرنامج. نشوفكم غدا بكرة تومورو باكر في حلقة الخميس. مع السلامة. ترانا الحين خلصنا، رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. جاهزين؟ خليكوا جاهزين جاهزين، خليكوا جاهزين، رايحين رايحين للفن رايحين. رن 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 جرسنا، ترانا الحين خلصنا. رسمو تلوين لعب وتمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رسمو تلوين لعب وتمرين، يلا يا أطفال يلا يا حلوين. رح نسأل ونلعب، رح نمرح نستفيد، مدرسة وبيت وملعب. Let's get your ass out of here.